دي نسمع بس الـ الأمور اللي هي بتفرح قلب الرب، بتفرح قلوبنا إحنا، بتفرح قلب الخدام، وبتفرح برضو أيضا قلوب المشاهدين المعاضدين، يعرفوا لفين بتوصل الخدمة وإيه الامتداد وإيه الجديد الموجود. تفضل. آمين أختنا نوال، سلام المسيح أختنا نوال، سلام المسيح للمشاهدين والضيوف أخيوان. طبعا مثل ما نعرف رسالة الآرامية خلال السنين الأخيرة تحديدا آخر سنتين كانت موجهة تحديدا، الرسالة الرئيسية هي إلى دائرة المربع الـ 1040 ويندو اللي شايفينه على الشاشة. طبعا ذاك الوقت كنا فقط ننشر برامج ودروس تلمذة باللغة الإنجليزية واللغة العربية. حاليا نملك حوالي 12 لغة وحوالي 12 موقع مختص إلى كل دولة من هذه الدول، مثل ما شايفين على الشاشة، الفارسي، الباشتو، البنجابي، البنغالي، الإنجليش وغيرها من اللغات الثانية. طبعا بالإضافة إلى الويب سايتس وقنوات اليوتيوب الخاصة لكل دولة من هذه الدول، يوجد أيضا الستلايت. بدل الستلايت الواحد صار في عندنا ستلايت، 3 ستلايتس، كل ستلايت هو موجه الى دول معينه مثل ما شايفين بالشاشه، وقناه متواصله البث 24 ساعه خلال اليوم كله على مدار الساعه، يحوي برامج تلمذه، برامج مباشره وغيرها من البرامج الثانيه. طبعا اضافه الى الويب سايتس، القنوات اليوتيوب ايضا يوجد عندنا قنوات كبيره مثل ما شايفين على الشاشه، قناه مثلا هاي مختصه الى الهند مثل ما شايفين بها 82 الف متابع. اي شخص من هذه الاشخاص هذول 82 الف راح يقدر يفوت على هذا القناه في اليوتيوب ويتفرج مقاطع من الكتاب المقدس مثل ما شايفين على الشاشه بلغه متعدده، طبعا اللغات المحليه المتداوله بهذه الدوله. إضافة إلى الويب سايت إلى اليوتيوب، يوجد أيضا عندنا الويب سايتس، أساس أمن شير للويب سايتس. مثال بسيط هنا الويب سايت الخاص بدولة الهند، أي شخص من دولة الهند راح يقدر يدخل على هذا الويب سايت، يختار اللغة اللي يريدها، يقرأ بها الأشياء اللي موجودة على الويب سايت، مجرد أنه يضغط على اللغة اللي يريدها راح يتحول كل الكلام كل التفاصيل الموجودة بالموقع إلى اللغة اللي هو اختارها. إضافة إلى ذلك إذا شايفين هنا عندنا بايبل، مجرد أنه يضغط على كلمة بايبل راح يقدر يقرأ كتاب مترجم. إيفان معلش أنت ناسي أنك تشير السكرين بس. أوكي. طيب راح أرجع أعيده. هذه الصفحة الرئيسية للموقع الهند. مثل ما شايفين هنا هذه موقع مختص الى كل دوله من الدول اللي موجوده بدائره ال 1040 ويندو، تشاينا، افغانستان، باكستان، تركي، الهند وايران. اي شخص من اي شخص موجود مثال بدوله الهند راح يقدر يدخل على الويب سايت، واذا دخل اذا ضغط على كلمه بايبل راح يتمكن انه يقرا الكتاب المقدس مترجم الى اللغات المحليه المتداوله بدوله الهند، مثال كالبنغالي، التامل، التلوجو، البنجابي. مجرد انه يضغط على مثلا على البايبل البنجابي راح ياخذ الى صفحه ثانيه، راح اعمل لها شير. هذه الصفحه موجود فيها الكتاب المقدس باللغه مثلا البنجابي، حاليا راح يقدر يختار سواء العهد القديم او العهد الجديد، يختار السفر اللي يريده وراح يقدر يقراه قراءه او يكون مسموع. مثل ما شايفين هنا المكب السبيكر اللي على الجهه اليمين فوق، مجرد انه يضغط عليها راح تطلع على هذا الصفحه، يضغط على التشغيل راح يسمع البايبل. جنم جا پیدائش جا رتنا ہے یہ پستک سنس. طبعا هذا مثال بسيط، والانجيل من سفر التكوين الى سفر الرؤيه موجود ايضا، يعني مسموع ومقروء. إضافة إلى الإنجيل مقروء ومسموع، يوجد أيضا المقاطع من الكتاب المقدس، الأفلام اللي راح أعملها الشير حاليا. مجرد أنه يضغط على كلمة Jesus Movie Clips يختار اللغة اللي يريدها، بعد تنفتح له الصفحة من لما يضغط عليها ويقدر يشاهد الإنجيل، مقاطع من الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤية.
ايضا باللغه اللي يريدها. طبعا هذا الكلام انا حكيته طبعا بسرعه وخلال دقيقه خلفي عندي، بس هذا يحتاج جهد جبار. طبعا التحميل البرامج، اللغات، الفيديوهات تاخذ وقت كبير وتحتاج ناس مختصين يسوون هذا الشيء. نحتاج دعمكم، نحتاج صلواتكم عمود نستمر ونوصل كلام كلمه المسيح الى اقصى ارجاء الارض. امين باسم الرب يسوع المسيح.